الخيار الصدري هنا في البصرة يستعد إلى تظاهرة حاشدة قد يشترك فيها كل أتباع التيار سواء في مركز المدينة أو في الأطراف والأقضية والنواحي. هم يجتمعون هنا في داخل مركز المدينة لتكون هنالك تظاهرة حاشدة، لكن هذه التظاهرة حقيقة لا سوف لن تنطلق إلا بعد أن تكون هنالك إشارة من الحنانة في النجف الأشرف. هكذا قال لي بعض يعني أتباع التيار الصدري هنا من المقربين لي، وكشفوا أن هذه التظاهرة قد تختلف عن التظاهرات التي سبقتها، التي تكون تظاهرة حاشدة كبيرة وستكون تولق الضغط سياسية على السياسيين في المنطقة الخضراء من أجل حل كافة المشكلات التي تقف أمام تشكيل الحكومة وإعلان الفكة الأكبر واختيار رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء، لتكون هنالك حكومة قوية قادرة على إدارة العراق بعد أزمة طالت كثيراً.